السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم في وقت من الأوقات تبتدي انت تعرف الفانكشنز الخاصة بيك وتبتدي انت تستخدمها. علشان كده نتكلم في الفيديو دهوت ازاي تعرف الفانكشن بتاعتك وازاي تستخدمها وايه المشاكل اللي ممكن تحصل لما تستخدمها. نروح ناخد الفانكشن دوت سي من الشابتر 7 كوبي، وبعدين نروح نحطه في الوركينج بروجكت بتاعنا بيست، وبعدين نبتدي ان احنا نفتحه مع بعض. مجرد ما نفتحه هنلاقي كذا حاجة. هنلاقي ان احنا في الميل ميثود بتاعتنا بنستخدم دالة اسمها فانك. الدالة ديت احنا اللي معرفينها تحت، تمام. الفويد فانك ديت فيها عبارة عن برمجية واحدة بس بنطبع لنا بالبرنت اف ذيس از فانك، تمام. وهنلاحظ في السطر رقم 4 ان احنا عاملين ديكلاريشن للفانك ديت فوق، يعني بنقول للكومبايلر يا كومبايلر لاحظ ان في دالة هتيجي تحت اسمها فانك، فلو قابلتك لو تم استدعائها قبل ما يتم تعريفها مفيش مشاكل اقبلها، تمام. ده لان احنا بنستدعينا في السطر رقم 7 ومعرفنا في السطر رقم 11. الموضوع ده في السي وسي بلس بلس مع معظم الكومبايلرز مهم جدا. يعني انت في معظم الكومبايلرز لو كتبت الكود هنا اهوت، لو كتبت الداله بتاعتك هنا واستدعيتها هنا وما حطيتش الديكلاريشن ده هنا، تمام، فوق خالص او في اي هيدر فايل، ده معناه ان هيحصل لك خطا على طول. لو جينا نعمل ران للملف بتاعنا كده هيشتغل عادي وهيقول لنا برنت اف ذس از فان. لكن لو جينا شلنا الديكلاريشن دهوت مع معظم الكومبايلرز هيعمل ايرور، لكن مع جي سي سي مش هيعمل ايرور، ممكن يكون متسامح معنا شويه، تمام. لو جينا نعمل ران هيشتغل برده لكن هيدينا وورنينج هنا، تمام، وهيقول لي ايه امبليسيت ديكلاريشن اوف فانك، تمام. وبرده نفس الايه الايرور هنا بيقول لي كونفليكتنج تايبس اوف فانك. ليه؟ لان هنا في حاجه وهنا في حاجه ثانيه، تمام. دي ممكن تعمل مشاكل وممكن تعمل بيرفورمانس ايشوز وبتاع، ومش هتبقى كومباتبل مع كل انظمه التشغيل. فعشان كده يا اما تعمل هيدر فايل تحط فيه كل الديكلاريشنز او كل التنبيهات على الكومبايلر ان في فانكشن هتيجي اسمها كده والتوقيع بتاعها كذا، يا اما تتفادى الموضوع ده كله بان انت دايما تحط الفانكشنز بتاعتك قبل ما كان استدعاها. يعني انت مستدعاها في المين تحطها فوق هنا وخلاص، وبعدين تبتدي انت تشغل، مش هيحصل اي مشاكل ومش هيحصل اي ورنينج من اي نوع، تمام. واتيفر الابروتش او الطريقه اللي انت هتشتغل بيها، المهم ان هي تبقى طريقه موحده بتشتغل بيها دايما وخلاص. هنروح نقفل مع بعض الملف ونروح نهزفه، وبكده ان احنا نبقى شفنا اول طريقه لتصميم الفانكشنز واستدعائها في السي وسي بلس بلس، وكمان عرفنا ايه اهميه الديكلاريشن عندنا. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.